أن المال في حد ذاته لا يعد فضيلة كسبا وإنفاقا إلا إذا كان كسبا حلالا وإنفاقا في وجوه الخير بإرادة وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يمكن أن يذكر في هذا الموضوع ما كتبه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، فقد كتب كتابا لطيفا أسماه قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. حشد فيه عددا هائلا من الحديث ومن الشعر مما يجعل الإنسان عارفا لمعنى جمع المال والسبل الشرعية التي ينبغي أن يتبعها في جمعه.